السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الأول الابتدائي مدرسة المجتمع الخاصة للبنات. عزيزاتي طالبات الصف الأول، أسعد الله أوقاتكم. هيا بنا نتعرف على عنوان درسنا اليوم. عنوان درسنا اليوم في المطعم. أهدافنا لهذا اليوم أن تقرأ الطالبة الدرس قراءة جهرية سليمة معبرة عن المعنى العام، أن تستنتج الطالبة المعنى العام للنص المقروء. هيا بنا يا حبيباتي نتعرف على هدفنا الأول، أن تقرأ الطالبة النص قراءة جهرية صحيحة. هيا نطبق هذا الهدف. هيا ننظر معا ونفكر، ماذا في هذه الصورة؟ نعم، إنني أرى عائلة وأرى أيضا سيارة، وما اسم هذا البناء؟ فلننظر معا. نعم، إنه مطعم، فجميعنا يا حبيباتي نحب الذهاب إلى المطعم مع عائلتنا ونستمتع في وجودنا في المطعم. هيا نرى معا صديقنا حمد وأخته نورة في رحلة إلى المطعم مع عائلتهم. ما اسم هذا المكان؟ نعم، إنه مطعم. إذن اسم درسنا اليوم في المطعم. هيا بنا نقرأ الدرس قراءة جهرية معبرة. معايير القراءة السليمة: قراءة جهرية صحيحة، سلامة المخارج، وضوح الصوت، توظيف لغة الجسد والقراءة بطلاقة. هيا نطبق ما تعلمناه. الجملة الأولى: جلسنا حول طاولة نظيفة ومرتبة. رحب بنا النادل وأحضر قائمة الطعام. طلب والدي الطعام الذي نحبه. أوصتنا أمي أن نحافظ على نظافة المكان. والآن يا حبيباتي جاء دوركم، فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 191 ونغلق شاشة العرض ونبدأ بمتابعة القراءة والترديد خلفي جماعيا مع التتبع بالعين والإصبع في مصدر التعلم. جلسنا حول طاولة نظيفة ومرتبة. رحب بنا النادل وأحضر قائمة الطعام. طلب والدي الطعام الذي نحبه. أوصتنا أمي أن نحافظ على نظافة المكان. هيا بنا نقرأ هذه الجملة معا. ركزوا معي: جلسنا حول طاولة نظيفة ومرتبة. أحسنتن. رحب بنا النادل وأحضر قائمة الطعام. هيا بنا يا عزيزاتي نحاول ترتيب هذه الجملة لتثبيت ما درسناه اليوم. والدي الذي
نحبه الطعام. طلب. ماذا نبدأ جملتنا؟ هيا تذكروا معي، فلنبدأ بالفعل. ترى ما هو الفعل هنا؟ نعم، إنه طلب. من الذي طلب؟ والدي. وماذا طلب يا حبيباتي؟ طلب لنا الطعام. أي طعام طلب لنا والدنا الذي نحبه؟ أحسنتن. طلب والدي الطعام الذي نحبه. حماكم الله يا عزيزاتي. هيا بنا نرتب الجملة التالية. أن نحافظ على نظافتي. أوصتنا أمي المكان. ترى ما الفعل هنا؟ نعم، أسمعكن جيدا. أوصتنا. من التي أوصتنا؟ أمي. أوصتنا أمي. بماذا أوصتنا أمي؟ أن نحافظ على ماذا؟ على نظافة المكان. أحسنتن جميعا. فجملتنا اليوم: أوصتنا أمي أن نحافظ على نظافة المكان. أنت طالبة ممتازة يا عزيزتي، أسمعك جيدا. هيا بنا ننتقل إلى هدفنا الثاني اليوم، وهو أن نستنتج المعنى العام للنص المقروء. بعد أن قرأنا درسنا اليوم، هيا نتعرف على المعنى العام للنص. ما هو المعنى العام للنص؟ فمفهوم المعنى العام للنص يا حبيباتي أنه عبارة عن جملة تتكون من ثلاث أو خمس كلمات تعبر عن الدرس بشكل عام. هيا نفكر فيها معا. ما عنوان نصنا اليوم؟ نعم، أسمعكم جيدا. في المطعم. وعما تحدث نصنا اليوم يا حبيباتي؟ نعم، عن الذهاب للمطعم مع العائلة. فما المعنى العام للنص إذن؟ نعم، إنه زيارة عائلية للمطعم. إلى الأمام يا جميلتي، أحسنتن. ما المعنى العام للنص المقروء؟ هل هو أحب الطعام اللذيذ؟ هل سمعتوني أقول لكم ذلك؟ أم زيارة عائلية للمطعم؟ أم أحافظ على النظافة؟ نعم، إنها زيارة عائلية للمطعم. فقد ذهبت صديقتنا ريم وحمد مع عائلتهم في زيارة عائلية للمطعم. وهذا هو المعنى العام لنصنا اليوم. هيا بينا يا حبيباتي، فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 192 ونبدأ بحل التدريب رقم 4. أقرأ وأصل العبارة بالصورة المناسبة. نادل المطعم. من هو نادل المطعم؟ نعم، إنها الصورة الأولى. قائمة الطعام. نعم، إنها الصورة الثانية. أحسنتن. هيا بنا نغلق درسنا اليوم ونبدأ بقراءة بعض الكلمات التي تعلمناها اليوم في درسنا الجديد. جلسنا. أحسنتن. طاولة. نحافظ.
نظافتي. أحسنتن جميعاً. الواجب اليوم يا حبيباتي نسخ جمل الدرس في دفتر الواجب وحل التدريب رقم 1 من الكتاب المدرسي صفحة 192. وجاء دوركم أيضا، فسجلوا لي أصواتكم وأنتم تقرؤون الدرس. انتهت حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وإلى لقاء في درس جديد.